ومع متابعة آخر أخبار لاعبين المحترفين والبداية من السعودية، حيث تستكمل غدا الجولة 22 لبطولة الدوري السعودي بثلاث مباريات، حيث يواجه أهلي جدة الذي يلعب ضمن صفوفه مؤمن زكريا ضيفه الفيحاء على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية. وفي الجولة ذاتها يشهد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية مواجهة مصرية خالصة بين الرائد بقيادة شيكابالا ومحمود عطوة، والاتفاق بقيادة حسين السيد وأحمد الشيخ. وكانت الجولة قد انطلقت اليوم الخميس، حيث واجه تعاون ضيفه القادسية والنصر مع الباطن. ومن السعودية إلى الإمارات، حيث أكدت تقارير صحفية أن نادي العين الإماراتي سيواجه منافسة قوية للحفاظ على حسين الشحات اللاعب المعار من مصر المقصة. وقالت التقارير أن الشحات لديه عروض للانتقال إلى الدوري الصيني، بالإضافة إلى تلقيه عرضا من أحد الأندية الإماراتية. ويذكر أن الشحات يقدم مستوى متميز مع العين منذ انضمامه إليه، حيث سجل 5 أهداف في 6 مباريات شارك بها في بطولة الدوري. وإلى الدوري الأوروبي، حيث تنطلق اليوم مباريات الذهاب دور 32، إذ يواجه سبورتينغ براغا الذي يلعب ضمن صفوفه أحمد حسن كوكا فريق مارسيليا الفرنسي، ويحل أرسنال الإنجليزي الذي يلعب له محمد النني ضيفا على أوسترسوند السويدي. ودخل كوكا في قائمة براغا استعدادا لمواجهة مارسيليا في مواجهة صعبة على ملعب فيلودروم في مدينة مارسيليا. أما النني الفائز بجائزة أفضل لاعب في أرسنال عن شهر يناير، فمن المتوقع أن يقود فريقه أمام الفريق السويدي. ومن الدوري الأوروبي إلى تركيا، حيث أشارت تقارير صحفية إلى أن اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه تلقى العديد من العروض الاحترافية بعد تألقه مع فريقه قاسم باشا التركي في ظل إعارته من نادي أندرلخت البلجيكي. وأفادت التقارير رغبة أندية وست هام وليستر سيتي وواتفورد الإنجليزية أنها تسعى للتعاقد مع اللاعب بعدما سجل 9 أهداف مع فريقه في 20 مباراة. فيما ذكرت الصحف التركية أن نادي جالاتاسراي يسعى للتعاقد مع تريزيجيه، وأن مسؤولي النادي دخلوا في مفاوضات مع نادي أندرلخت للاتفاق على انتقال اللاعب إلى النادي التركي الموسم المقبل. وفي جنوب إفريقيا، قرر عمرو جمال مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي استكمال إعارته مع فريقه بيدفست الجنوب إفريقي حتى نهاية الموسم وعدم الرحيل إلى أي نادي آخر. ويأتي هذا في ظل تلقي اللاعب أكثر من عرض في الفترة الأخيرة، أبرزهم سوبر سبورت وأورلاندو بارتس من جنوب أفريقيا إلى جانب نادي هلنسك الفنلندي، إلى أن اللاعب قرر الاستمرار مع ناديه الحالي حتى نهاية الموسم وبعدها يقرر مصيره.